صباح الخير عليكم وصباح الجمال على كل متابعينا في كل مكان عبر صباح الشروق. ووصلنا لاخر فقراتنا من هذا الصباح، وعودنا دائما انه في الصباح تكون عندنا اشعار وكتابه، والكتابه ما سهله وما اي زول تخيل لي ممكن يكتب، لانه انا الليله كان جابوا لي ورقه وقلم قال لي انسان اكتب الشعر ما افتكر اني اقدر اكتب، لكن هي ملكه عند ناس معينين ربنا حباهم بها وكتبوا لنا عن الوطن وكتبوا عن الحب وكتبوا عن الحماسه وكتبوا عن اشعار كثيره جدا. نحن اليوم معانا شاعرنا وضيفنا في هذا الصباح طارق عيسى المعروف بابو وتين. صباح الخير عليك يا طارق، صباح النور لكل متابعينك. مرحبا بك حبايبك، وصباح الخير وصباح النور على كل متابع عزيز، وسلام وتحيه لاهل البوادي عموم، وسلام وتحيه لكل شخص في الخرطوم. يا سلام، سلام ومحبه فيها الحقد معدوم وغرار العبوس يا خلة ما بتدوم. سلام وتحيه لاهل البوادي وناسا، سلام وتحيه لناس الكسرة والقراس، سلام وتحية لناس ملانة فراسة، ناس مشبعة بالعفاف من ساسة للراس. حبابك ومرحبا. يا سلام عليك، كم شير يا طارق. صباح الخير عليك و... صباحك نور. انت صبحت على كل الناس عموما، ما قصرت صراحة يعني. ان شاء الله نكون كافيين. خلينا نشوف طارق والشعر، وطارق ذاته من وين وبيئته أثرت في كتابته الشعرية. عليك التحية. طارق عيسى وتين، أنا من شمال دارفور كابية. يا سلام. ولدت وترعرعت هناك، لكن يعني ظروف السكن وانا بقيت قاعد هنا اكثر من هناك، دراسه والجامعه كذا. نعم. فالبيئه ليها يعني اثر كثير كبير جدا في الكتابات. صحيح. بالاخص يعني مع كم اثرت فيك ودارفور تحديدا، المشاكل والحروبات والحاجات اللي كانت حاصله في دارفور والنزوح الحاصل في دارفور، خلى طارق يكتب حاجات حزينه ولا كنت متوازن في انك ما تكتب الحماسه والشعر والغزل والحزن؟ والله يا اخي انا بكتب غزل وبكتب حزن وبتناول قضايا، لكن دائما الحاجات الزي دي حساس، يعني يا تكتب قصيده منصفه او تسكت عشان ما تتحسب ليك ان انت مع ديل ولا مع ديل. كتبت شنو قصيده منصفه؟ والله يا اخي انا دائما بحس الشباب ويعني بكتب الكتابات انه تدعي للوحده والقوميه والجهويه والكتابات دي. فمن ضمن القصائد بقولها، اسمع قولي لا تجفاني تبقى أناني، أصلك أصلي وأهلك أهلي وإنت إخواني، مدام بيجمعني للحب وطن سوداني، كونك سيكة أو تقصيني شن فايداني، تعال جاورني وابقى حداي ولا تجفاني، أهلك أهلي وناسك ناسي وإنت إخواني، كونك سيكة شن فايداني، وطن جامعنا في حضن الحنين، خاتينا بإخلافاتنا بإعرافنا بلهجاتنا جد لامبينا. يا سلام. ما دام النيل بينبض حب ومن نروينا قادر انه يجمعنا الوطن بقوينا. صحيح. بقول يا ربي انت براك عارف حالنا، احمي وطننا واحفظ لنا كل ابطالنا. نحن سوادنا وين ما تمشي ما في مثالنا، نحن الدين رافعين رايه استغلالنا. نحن الدين رافعين رايه استغلالنا. تعالوا نوحد الصف شان نقود الامه، وتعالوا نوحد الاجيال جميع باللمه، انه الهم ينشر للفتن والحمى لو ما سمم الناس اصله ما بينجمه، نحن صغارنا محتاجين سلام ومحنه. صحيح. خلاف ارانا دمرنا وعديل جننا، بدل ما تبقل العالم في حسن مظنه، توقد النار براك وترمي فيها اهلنا، توقد النار براك وترمي فيها اهلنا. يا الله. حقيقة كلمات منصفة وتدعي للتوحد، إننا صغارنا وكبرنا لازم نكون مع بعض. شكرا يا طارق، وخلينا نشوف طارق و الغزل وطارق والدوبيت، وين قاعد تلقى نفسك تحديدا يعني؟ والله يا اخي انا كتابتي اكثر كذا في الغزل، بميل للغزل اكثر. اكثر حاجات في الغزل. الغزل ده ذاته ما في في الطبيعه وفي الكون وفي الانسان وفي الجمال اللي انت بتشوفه، لو دخلت اي مكان وحسيت بالابهار ده ممكن يكون كتابه في غزل فعلا يعني. فعلا ايوه، الكتابه مع مواقف، بالذات الكتابه اللي بتجي بالمواقف انا بشوفها احسن. فمن ضمن المواقف كتبت قصيده ل أهل دي الصحة العافية، في واحد الممشى قال في دوام عادي، فجأة الصباح جات خاشة المكتب، أظن بالليل الشباك كان فاتح، ففي قمرية بيتت في المكتب. في المكتب. لما جات فتحت المكتب، أول ما فتحت كده القمرية شنو؟ جات طارت لقت هي في الباب. فهنا تخضت وطلعت طلع كده، لما انصرخت الناس كلهم. أنت شاهدت الموقف دول اللي حكوا لك يا طارق؟ حكوا لي حكوا لي الناس كانوا بيضحكوا فيها يعني من باب الطرافة. نعم. فأنا قلت جات خش الصباح، خلعت القمرية فيها جمال خرافي صنديق حورية،
لو كان الحصل يا ستي بهيدي بنتفلك روشه وبقتلن كميه. القمريه مشتاقه وطقابت فيك يونا والعلي، يا سمحه مين اشكيك؟ حتى الطيور مشتاقه تلصق فيك شلال القنابل قازفهم بلقيكي. سلام يا قمري وديه السلام لزولي وبيه وبهاتي ممكون وكمل قولي. كون تخافي معها غريبه عادي تقولي ردي لي السلام خليني جن ليه حولي. هو يا رفاق فيدوني بتفكيره، انا عمري انكشف واصبحت جد في حيره. من بعد الحصل هسع جروحي خطيره وتشاق القلب مغلوب وما بشوف غيره. جميلة غرام عملت قلابي ضفيرة، قلت لها الغرام حتما نهايته ضريرة. قلت لها العمر يا ستي ما مقياس ونريد لك يعرفوه كل الناس. قالت بخجل يا اخي انت جد حساس ونريد لك يا غزات وما بنقاس. قالت محال يرجع قلابي يريد ونريد لها يوم ما يزيد. يا سلام. وخلت قلبي يتلافى النفس تنهيد ودقات قلبي نبقارتن ايديها حديد. انا الخلاني من فيها واغني ازيد دنر بسمات زي شرق الصباح العيد. هبشت قلبي في الوتر اللي بحرق الروح ومن يوم شافه للحين تزيد لجروح. انا خلى جد متعافي ما مجروح لكن القلب اهات صرخة روح. وحاد اسم الله دوم بطراها وين ما اروح محال انفاها او انساها وين ما تروح. عزبتيني وجه مريح صباح بك الذكراك جوا عروق زي الروح. زيد جفاك زيد غلاكي ما تحنيلي وما دام بيك متعذب مسود ليلي. زقت المره كوم وضعاف وين حليلي وين ما تروحي قلبي وراكي الله وكيلي. جهجحتيني قللت المنام في عيوني شايلالي قنابل قازفن صهيوني. يمين بالله سقرت الحرام يمين بالله سقرت الحريم في عيوني. مهما تجوري برد علي ما بتهوني. برسل لك حروف مريان شوق ومحن ردي لي الخطاب يا منكم طولنا لاخر نفس. انا غيره ما بتمنى من بعد الممات حوريه لي في الجنه من بعد الممات. يا سلام يا سلام. طارق انت زول يضحكوا عليك القصه بس. انت الحاله دي ما شفت القصه بس حكوا عليك، لكن انت شفتها هي ولا ما شفتها؟ لا انا بعرفها. انت بتعرفها؟ بعرفها. وجو حكوا لك قصتهم على الحمامه بعد ذاك قلت كذا حكوا لي قصتها وبعد ذاك تاكدت منها هي شخصيا. فانا ذاتي من الناس يعني ضحكوا فيها على الجنايه بعد الاول بعد كذا. ايوه كتبت عنها. طارق كتبت كتابات اديتها لفنانين شعر وغنى مثلا او عندك مشروع جديد حابب تمشي فيه بالطريقه؟ اديت فنانين ايوه كتبت لشباب كتار من ضمنهم كتبت نصوص وكتبت مربعات اديتها لشباب. كويس جميل. ونتوقع انها ترى النور قريب؟ والله في واحده طلعت وفي واحده لسه في الشغل. يا سلام كويس ما شاء الله تبارك الله. اجابه للمستمعين. خلينا نشوف طارق عيسى عندك كتابات كانت كثيره وسلسله قصائد الدكتوره. قصه الدكتوره شنو؟ شنو قصة الدكتورة لما بقت عندها سلسلة بتاعت قصايد عندها؟ والله يا اخي الدكتورة دي ما قالوا الهام بتاع قصيدة كذا. والله اسمها دكتورة ولا انت قاصد بها واحدة طبيبة يا دكتورة يعني؟ هي طبيبة والله يديها الصحة والعافية. فبقت القصايد تجي في الدكتورة. قلت شنو في الدكتورة؟ يا دكتورة قلب الجن اشق من محياك ومرضان بالفراق وعلاج يوم لغياك. بكل اللغات يا ستي انا بهواكي ارحم حال متيم أمر كل فداك. يا دكتورة فيك كتبت قوافي كثيرة وعملت مهرجان توجتي كنتي أميرة. يا أمريكا أم حسن زي نبيز البيرة جننت الحروف وأنا ذات جد في حيرة. وكيف بتجيني حمى وأنت قربك جنة بعدك هم وفرقك نار ولقياك جنة. بهاف فرقاك خايف للمساس والجنة كاتب فيك أحرف قالوا طارق جنة. عشت الحب وأصلا بيه وما متكلم دقت الريد وحن الود وما متظلم. على الشغلانة دايما توب حياها يبلم بحبها لامن الشيطان يتوب ويسلم. بحبها لامي طب الشوبة فعر وقراسي. بحبها وافتقر بها شيلة فوق في راسي. رغم الآهة والشقة والنواح مآسي ما كنت قايل اليوم في الدنيا يصبح قاسي. كثير حرموني من قرب الحنين ودود وعمل حواجز يا عالم وحفر سدود. وحات الباري حقك بسيط محدود محال ساكي لمن جسمي ياكل الدود. وسورك حارس شوم غير انه زاد ومفخخ وما بدنيه وقط ولد حنين ومرخخ. نفسك عنبر بيه الخلوق تتبخخ وبعدك جاب زي خلاني نوح وتنخخ وبعدك جاب زي خلاني نوح وتنخخ. لا ما شاء الله الله يديها الصحة والعافية الدكتورة. يا طارق ما قصرت في حقها. لكن نشوف طارق والمشاركات في المنتديات والمنتديات دائما هي بتسقي للناس بتعرف الشعر على بعض بتعرفك على مجال الشعر باختلافه. وبتلقى من ضمن الناس دي الناس ممكن يغنوا لك يعجبوا بشعرك انت ذاتك تطرحه بصوره مختلفه. شاركت في منتديات؟ والله اولا المنتدى زي ما قلت انت دافع كبير. انا كان شخصيا عندي منتدى باسمي لكن حاليا نفسي وقف
نسبه لسفر بعض الاعضاء اعضاء المنتدى وكده. فالمنتديات انا شاركت في منتديات كثيره، وكل مره والله يا اخي بلقى اخو، بلقى شاعر، بلقى فنان، صحيح، بلقى زول، يعني المواهب المتعدده. فانا نفسيا بقيت احب انه امشي للمنتديات حتى من غير ما تجيني دعوه. أيوة، عرفتي؟ لانه بلقى فيها نفسي وبلقى فيها يعني ده المكان انت بترتاح أيوة فيه. ايوه برتاح فيه. جميل. أيوة. خلينا نشوف برضو كمان عندك واحده من قصائدك اثارت ضجه، كتبت شنو؟ قلت شنو يعني؟ والله الكتاب اكثر قصيده عملت ضجه هي كان مستار مع مجادعات مع الشاعر يعقوب الضدعين له التحيه. فالمزدار حقه أولاد أبوك، وثاني القصيدة عملتها كده. نسمع حاجة بسيطة من المزدار، دراك شو المجادعات دي؟ والله خلاص بديك بقول عليكم نظمت يا رمز الجسارة غوافي، وحرفي عليكم أصلا ما أظن أنه موافي، أيا ضيفكم دوام رميان حليبا صافي، ما جاكم طلب رديت قلت ده ما في، فينا صفات هي أول جنن العنافي، تقول الخيل استسلافي، قول لي ثلاثة رياض الصيد جن الحافي، نركب لاند بدوس الترس يا كافي، أربعة برضه فينا شهامة زيها ما في، وخمسة إيدين تمد لضرير والحافي، ستة ريالة وسبعة بسالة، وكرما فينا زاد خرافي، قول للحرة نحن معاك أو تخاف، ثمانية شيوخ وناصرين دين ما عندنا ما في، تسعة فراسة مد وشراسة وكيل وافي، عشرة صدق وعشرة أمانة وعشرة مكانة والف عوافي، شكرا يا جنيت شكرا بفوتكم عافي. يا سلام. فدي من اكثر القصائد اللي بتطلب مني في المسارح، في المنتديات، في المشاركات، حتى لما اخذ بوستر انه مثلا عندي بكره لقاء كده، ففي ناس كثير بيقول لي لازم ازيد الادب. علاقتك بالاعلام واهتماماتك بالاعلام شنو؟ والله يا اخي انا شخصيا يعني عندي زي ما قال الروح حقت الاعلام، بحب حتى مرات في البيت برأي كده بكتب كلام بحاول ألغيه بطريقة يعني صوت زيع كده. فكنت في رمضان سجلت لهم تقريبا 26 حلقة في رمضان الموسم الفات، وبرضو كنت نعمل في النوم فترة طويلة بعد سفر الأستاذ هيثم والتجاع له التحية. ما شاء الله عليك يعني زميل إعلامي وشاعر مخضرم. طارق تختم لنا بشنو من أشعارك الجميلة؟ والله يا أخي أديك نص. أديني نص أختم لنا به. أنا من زمان كان قلت لك يا ستي من فرق بخاف، ماك عارفة بعد صار شنو، وأيام من بعدك كجاف، البعد حار والفرق نار، وانا يا اخي من نارك بخاف، ابقي لي زي النيل حنين، بديني بيدر كالضفاف، ما انت لو كنت في حداي ايامي كان حتبقى غير، ندعس على الالام نروح ونقول لو وش الدنيا خير، دنيانا تصبح احلى كون، واحساس من الافراح نطير تكفيني بس نظرة عينيك، ولا الكلام والريق عصير تكفيني بس نظرة عينيك. يا سلام. نحن يكفينا جيتك وحضورك لينا بس داخل الاستوديو، شكرا جزيلا لوجودك معانا ولاطلالتك عبر صباح الشروق. اطلع عليك الخير ان شاء الله لك. شكرا. شكرا طارق عيسى ابو وتين للكلمات الشعريه اللي اتحفنا بها من خلال هذا الصباح، نتمنى له مسيره جميله ان شاء الله في دروب الشعر عامه. شكرا جميلا، شكرا كثيرا كل الناس اللي رافقتنا وكانت معانا عبر هذا الصباح، نلتقيكم ان شاء الله في مساحات مختلفه عبر شاشه الشروق، وشكرا لفريق العمل لهذا اليوم. إلى أن نلتقيكم في أمان الله.